أنا عاشق هالوطن عاشق مواطن هذا أنا من زمان أنا عاشق هالوطن عاشق مواطن هذا أنا من زمان دايم عندي أمل دام كل شيء حصل دايم عندي أمل دام كل شيء حصل خلوا كل شيء علي بس 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 لو صلت صوب السياسة أنا من طبع الكياسة لو صلت صوب السياسة أنا من طبع الكياسة عالم وعندي فراسة حتى لو تبغي النحاسة خلوا كل شيء علي بغيت شارع شارع بسرعة تفتوك اسمعني عدل أيها القوم سلاما أيها القوم سلاما إن بغيتوا إنجليزي ولا فصحى عربية المهم ذاك الشعار الأبدي أبية أمة واحدة إيه أبية خل عيونك علي تشنك تبي تبقى نايم خل عيونك علي تشنك تبي تبقى نايم أنا حدب لك مهر أنا لي في المجلس الشان الكبير أنا لي في المجلس الشان الكبير مع ربعي صداقة العمر أرفع المرفوع ونصب من نصب أرفع المرفوع ونصب من نصب والنتيجة ترى خير كثير والنتيجة ترى خير كثير سنة أولى مجلس سنة أولى مجلس أول ما تجلس الكوب والأخير بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أمس يا أخوان شفت منظر تقشعر له الأبدان والله والله ما توقعت أشوف هالمنظر في بلدي أبداً أبداً يمكن قصده عن اللي ما يقومون للنشيد الوطني مدفونة إشلون رجال ونساء بلباس ضيق وغير محتشم أبداً يتراكضون مع بعضهم البعض بما يسمى بسباقات الماراثون الخيرية خيرية بإيش يا أخوان؟ هذا شيء نحن لا نقبل فيه أبداً لذا أقترح إنشاء لجنة هذا مو من عاداتنا ولا من تقاليدنا عاقة اختصاراً لدراسة مثل هذه العادات والتقاليد الدخيلة على أمتنا يا أبو الصلد الله يهداك هذه رياضة وفيها تنظيم هالناس مو رايحين أماكن مشبوهة يركضون على الواجهة البحرية إيش المانع؟ والله أنت شكلك واحد منهم تحب الاختلاط والعياذ بالله المهم دعوني أستكمل بعد مقاطعة الزميل عادل لنا سيف يبا سيف 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 المهم وفي موضوع آخر في بالي سيندرج إن شاء الله في أجندة اللجنة ألا وهو
كرة القدم النسائية، كيف تسمحون بهذا الأمر؟ بنات مسترجلات بلباس قصير ومسترجلات ويقلدون الرجال في لعبة الكرة، هذا شيء مرفوض تماما وزايد عن حده. حنا ما قلنا المرأة تقعد في البيت، ولكن المرأة ما في مشكلة تعمل وتساعد زوجها في تربية أبنائها، بس تلعب كرة؟ كرة؟ هذا كلام جديد علينا وعلى أمتنا. لا حبيبي اسمع، هذول بناتنا الموهوبات، بتقتلون موهبتهم مثل ما سويتوا بالأجيال النسائية السابقة؟ لا عيوني لا، خلهم يلعبون قدم، طائرة، سلة، اللي يبونه. شنو؟ حلال عليكم وحرام علينا؟ ويه وبصلت ما عندك سالفة اليوم. أشكر أم صياح على هذه الشفافية وأقول استريحي بس وديري بالك على عيالك، الله يستر عليكم. المهم يا أخوان، الموضوع الأخير اللي بتكلم عنه هو موضوع بطولات ما يسمى بالبلايستيشن. هذا يا جماعة خطر كبير على مجتمعنا وشبابنا. هذه الألعاب هي الميسر الإلكتروني، كلها مضيعة للوقت وإهدار للطاقات الشابة. عيالنا بدال ما يلعبون كرة في الأندية قاعدين يلعبونها بالتلفزيون، بدال ما يجهدون للأمة قاعدين يذبحون زومبي وعفاريت وما أعرف إيش. كيف يجوز هذا الكلام؟ كيف تسمح الحكومة بتنظيم مثل هذه البطولات التي تحث الشباب على الكسل والخمول والتحول إلى مثل الزومبي الذي يحاولون قتله؟ أطالب بتشكيل لجنة مختصة لمناقشة مثل هذه الأمور، وجزاكم الله خير جميعاً ما عدا اللي قاطعونا. شكراً أبو الصلد على هذه الخطبة. تفضل الأخ عريق. شكراً السيد الرئيس. تعقيب سريع على كلام أبو الصلد، يا أخي خلهم يصيرون زومبي، خلهم يعيشون بالخيال، أحسن من ما ينتبهون ويطالبون بأشياء ما لها داعي. أنا ضد كلامك لكن معاك في تشكيل اللجنة، روح توكل كلنا معاك. بصفتي رئيس اللجنة أرحب فيكم إخوتي الكرام، عندنا أولويات كثيرة. إنزين شنو تبون نبدي فيه؟ أنا أقترح نصوت على أولويات اللجنة. لا تستعجلون يا جماعة، اليوم أول يوم، خلونا نفكر الاجتماع الجاي. إيش بتسوي بالويكند عريق؟ ما أدري، يمكن المزرعة، يمكن الشاليه، يمكن ناخذ اليخت. يستانس أبو الصد لمن يسمع كلمة يخت. ما أدري والله، الويكند صاير ملل، ما أدري. يختكم يروح كبر؟ إذا يروح نيوزيلندا حبيبي ما يروح كبر. 3 أدوار وحمام سباحة وملعب تنس بعد حبيبي، إيش عبالك؟ عندكم طباخ زين على متن هذه الباخرة؟ حبيبي كل دور فيه طباخ، الدور الأول كويتي والثاني صيني، ياباني فيوجن، على لبناني شوية، والسرداب طباخ سيفود يوناني. بما أن أخونا عريق إنسان كريم وابن أصول وما يقصر معانا، وعلشان أيضا ننقذه من الملل والعياذ بالله في يوم الجمعة المبارك، أقترح أن ننطلق إلى كبر كلنا في جولة تفقدية يوم الجمعة بعد الصلاة طبعا، ونروح لنرى بأنفسنا وبأمهات أعيننا ما يحدث هناك، حتى شو اسمه نناقش الموضوع في اللجنة. وإحنا شو اسمه فاهمين شنو الموضوع؟ إيش رأيكم؟ موافقين. ألو عمران بابا، هذا يخت سوي نظيف عشان يوم الجمعة في سوي بارتي. هاي شباب، فيكم لفة على الجزيرة؟ يلا يا جماعة خلونا نشوف هالمظاهر السلبية اللي تتكلمون عنها. يا رجال خلنا نعين من الله خير ونريح شوي على ما يجهزون الأكل، وانت مشى بعد الصلاة ولا يا أبو الصلد؟
كلامك في محله. زين يا جماعه، لفه سريعه بس قبل لا تطيح الشمس. يا الهي يا الهي، يا للعجب، ما امدانا حتى قررنا نمشي الا وجاءنا المنكر ونحن في مكاننا. ابك يا ولد، هذول عندهم عادي خلط ولا غيره ولا شيء. يا جماعه الناس مو مأذيننا ولا سووا لنا شيء. ناس جايين يستانسون وبروحهم، احنا شكوا فيهم. لا يا اخوان، هذا عين الغلط. يا فزقه، يا زنادقه، يا احفاد القرده، اطالبكم باحترام عاداتنا وتقاليدنا. هل تسوون فسق؟ مالك شغل حبيبي، خليك مسؤول على اهلك بس. احنا ما نفتك منكم حتى هني. والله اني ارى علامات يوم الدين، ستقوم علينا القيامة. منو هذا اللي مزعجنا؟ هاني السرسور؟ ايش بيسوي فينا هذا؟ تكفون، خلوا روح انا حاجي. اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. انت منو وش تبي؟ انا مواطن حالي حالكم. ايش تبي؟ تبي فلوس؟ ما بي فلوس، الفلوس وصخ دنيا. انت ومنو؟ احنا اعضاء في المجلس. ما شاء الله، وش جايبكم هني؟ خلص الفساد اللي بالديرة. ايش جايبكم هني؟ احنا جايين في مهمة عمل. شنو مهمتكم؟ احنا اعضاء في لجنة عاقه. لجنة هذا مو من عاداتنا ولا تقاليدنا. يا حليلكم والله. خلينا نتكلم عن موضوع العادات والتقاليد دامكم طريتوه. هل من عاداتنا نشتري شهادات؟ نوظف ربعنا في المكان الغير مناسب عشان المحسوبيات؟ نهدر أموال الدولة على أي كلام؟ مشاريع تتأخر سنين والتعليم طيح حظه طيح الله حظوظكم وغسيل أموال و و و و و و كلام كبي. هل من عاداتنا وتقاليدنا واحد يشلع موظف كفو ويدخل ولد نائب فهاميته محدودة وأشبه بالأهبل؟ لا، ومن تقاليدنا واحد يسوي واسطة حق بيوت صاعدة 5 أدوار وبينها بالنص بيت مظلوم ومخنوق بس دورين حتى ما يوصل الهواء ويخر عليه الماي من الصوبين؟ أحد يرد علي؟ شكراً، وصلت وجهة نظرك. عيل ترقية إلى وكيل مساعد ورئيس هيئة على حساب اللي دارسين ونكدوا وتعبوا؟ أنا أقول المفروض ناس مثلكم يلتفتون إلى نفسهم أولاً ويكونون صريحين مع نفسهم، بعدين يحق لهم يقولون للناس شو يسوون وشنو ما يسوون وشنو عاداتنا وتقاليدنا. بس لو هدينا عاداتنا وتقاليدنا ومراجعنا يعني هدينا أصلنا. العادات والتقاليد هذه مجرد أعباء ورثناها من أجدادنا وراثة، قطوها بالبحر وفكونا منها، حاطينها ستار لكم وانتوا تلعبون من وراه. خلوا الناس تتنفس شوية. يا كنا ظلمت الدنيا. اي والله، خلها الاسبوع الجاي افضل. يلا نصلي ونسبح شوي وناكل ونرجع. يلا حياكم، المصلى في الدور الثاني، الجبله هناك. اوف، ما ادري شلون انتوا تنامون مرتاحين. We'll be right back.